مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. لقد كانت بداية هادئة لسوق الفوركس هذا الأسبوع، ولكن تعافت أسواق الأسهم خلال التعاملات الآسيوية. يظهر زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بعض علامات الارتفاع الطفيفة، ولكن يجب أن يبقى فوق مستوى 1.2160 ليبدو مقنعا. ولا يزال زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني صاعدا، وسيستمر في ذلك إذا بقي فوق المستوى 106.68. لا يزال زوج جنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي قويا نسبيا، ولكن المقاومة دون مستوى 1.4100 لا تزال هي أيضا ثابتة. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.